شو عم تعمل هون؟ ليش لاحقني؟ انت لوين رايح؟ انا اللي عم اسال انت شو عم تعمل هون وليش لاحقني؟ انا اللي بيسال هون مو انت. عن جد يا حضرة النائب؟ عم اتفتل، ممنوع اني اتفتل؟ ايه ممنوع. ايه صح اذا كنت شربان وسكران. اخي لا تروح. لوين ما بدي روح؟ للمكان يلي ناوي تروح عليه، عم لك لا تروح. عابدين؟ مرت أخي؟ عابدين فيك شي؟ ما في شي. عود هون، عود. يمكن منيح ويمكن لا، ما بعرف. صاير معك شي قلي؟ قلتك يا مرت أخي، الشخص اللي بيكون عم يحترق من جوا بيكون منيح؟ اللي بيقول أنا عم موت بيقدر يتنفس شي؟ مثلا فرهاد، الرجال اللي ما في على راسه تلج وبيقول في تلج، الرجال اللي ما بيخاف من النار بيوقف قدامه وبيواجهها. يا ترى الرجال اللي بيقول انه هو رايح على الموت معقول يكون بخير يا مرت اخي؟ قولي انت شو رايك؟ عابدين شو قصدك؟ شو صاير؟ وين راح فرهاد؟ عابدين شو قصدك؟ قلت لك يا مرت اخي، هو راح على المكان اللي بيسمي الموت فيه، نصيب لإله. طالع بوشي فجأة بنص هالليل لهيك، قلي شو بدك. لا تروح. فهمت. أنا التذكرة للتقاعد المبكر تبعك. أخي لا تروح. تركول أخي. خلص تركول أخي. اسمعني منيح أخي، كل واحد فينا بيختار طريقه بنفسه. أنا عم قلك لا تروح. شكراً كتير خالتي. شبكي؟ أنا ما فيني شي. قلتلك يا مرت أخي، هو راح على المكان اللي بيسمي الموت فيه، نصيب لإله. مو 3 أيام أو 4 أيام كتار. على شو؟ على كل شيء، على النفس اللي عم نتنفسه، على أنه الإنسان ما بيقدر يقول اللي بده يقوله. كتار كتير، وخصوصي على محل مجهول. يمكن ما أقدر أقول شيء بعد هلا، ما أقدر. منيح. منيح؟ منيح إذا الكل مبسوطين، إذا هيك ما في مشكلة. إيه هيك بالضبط. هذا آخر شي بدك تقولي لي إياه. إيه مزبوط. شكرا لك. لا تروح وتتركني، لا تروح وتتركني، ما بقدر أتحمل يصير هيك مرة تانية. اوعك تتحرك من مكانك اخي، عمل لك كرمال الله لا تروح. فرهاد رد على التليفون بترجاك، يا ربي دخيلك.
فرهاد رد على موبايلك، بترجاك رد، بترجاك. أنا رايحة لوين خالتي؟ بدي روح شوف فرهاد. ليش أنت بتعرفي وين بيكون؟ لا ما بعرف. لكن وين بدك تلاقي؟ إذا ما عم بيرد على موبايله. طمني، إلا ما لاقي بشي طريقة حاكيني إذا صار شيء. إيه؟ كتير غريب، شو هالحب هاد؟ بس بصراحة معك حق تحبي لك خالتي. ليش هيك عملت يا يقين؟ عشان انقذ حياتك. ليش لا تعمل هيك معي؟ ليش كان في طريقه ثانيه لحتى ما خليك تروح؟ يعني هيك احسن. ارفع بنطلونك لفوق. اكشف عن الجرح. عن شو بدي اكشف يعني؟ ليش عاد عندي رجل؟ بدي اشوف كيف صبتك. صبت الهدف تمام. طيب قرب لهون. اترك اخي اترك. رح اربط لك اياها. اترك. ترى الهيليغرافي؟ أنا ما بدي أعرف شي، خلاص اترك اترك. هات بعيد هيك عنه.